قناعتي تكفيني لك يقيني. السلام البنات، اهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير دادح. اليوم حبيت في هذا الفيديو نشارك معكم واحد الفكره بسيطه كيف كيف مع التنظيم والترتيب، درتها في مسار دوبا. هاد لابلاص، هاد المكان هذا ديجا وريته لكم كي درت لكم لا فيديو لي وريت لكم كيفاش انا منظمه لا سال دو بان ديالي. بالنسبه للناس اللي ما شافوش لا فيديو، راني نخلي لهم الرابط في صندوق الوصف ولا تجوزوا تحبوا تشوفوا لا فيديو. انا في هاد المكان كنت دايره هذاك لورانجمون اون بلاستيك تاع القجار اللي كنت حاطه فيه يعني كامله الدوزان ديالي تاع سال دو بان. إبا راني بدلت لانستالاسيون، هادوك القجار راني بعتهم بدلت لهم مكان، والسلة اللي كانت تحت لافابو تاع لولانج صال تاع الحوايج الموسخين علقتها بهاد الطريقة اللي راكو تشوفو فيها. جي غاني دلا بلاص، وعلى بالكم ولا تبان لي سال دو بان تاعي بزاف صغيرة ولا تبان لي شوية واسعة، والسلة هنا جاتني بخاتيك، شوفوا كيفاش علقتها. دوك هنا نوريكم بيان سور بالنسبة اللي عندهم الضيق واللي ليدي هادي ديالي تعجبهم. على بالكم ماشي ساهل، ماشي كيما السلة اللي علقتها تاع لو لانج بروبر في بيتي مور الباب تاني. كنخلي لكم الرابط تاع لا فيديو في صندوق الوصف. بالنسبه للناس اللي ما شافوش لا فيديو، انا هذيك الفكره ساعدتني بزاف، جاتني هايله مور الباب سا برون با بلاص، والسلل تاعي ولاو مخبيين وجاو فريمون شابين. ايبا درت نفس الفكره في سال دو با مع هاد السله. دوكا نوريكم الطريقه كيفاش علقناها، بيسك على بالكم ماشي كيما الاخرى، هذه تجي شويه ورا. نوريكم هنايا كيفاش، شوفوا هاي ليك هنا واش درنا لها. درنا لها حطبات لصقناهم هكذا بليفيس، وهاد الحطبات هنايا تقبناهم منايا باش شوفوا هنا واش لصقنا. هادوما اللي لصقوا فيهم نورمال بيان سور كيف كيف بالشينيول وشوفي، ولصقنا هادوما. وهنايا هادي باش علاش، باسكو السله ترفد بزاف الثقل، اسم الحوايج تقالو كامله امبوسيبل نعلقوها كيما علقت السله تاع لولاج بروبر. ونعاودو نعلقوها بهذه الطريقه، يعني نتبعوا لي ترو هكذا فوالا. ها هي ليك، جاتني براتيك وجاتني فريمون يعني سهلت لي العمليه تاع نجي نفد لولاج ديالي الصال ونديه نغسلو، ولولاج بروبر كيف كيف السلات تاعي مور الباب. ملاحظه فقط، هنا قلت لكم هاد الحطبه درناها باش درنا دي ترو باش تتعلق، والحطبه هادية التحتانيه باش يكون في نفس المستوى، يسمى ماشي السله ديالنا تطبع على الحيط ومن بعد ما توليش سوليد. يسمى هاد زوج حطبات منهم باش يولي سوليد وباش قدرنا نعلقوهم هكذا. دركا تيك تقدر ترفد الثقيل يعني فاسيلمون، راني نحط فيها لو لانج يعني فريمون ثقيل، ومازالها حاكمه روحها ما صارلها والو. هذا مكان، هذه هي الفكره تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تكون فادتكم. بالنسبه للناس اللي دوك نقول لكم هذا التنظيم كل واحد ينظم على حسب المستوى، شوف المساحه تاعو المستوى المادي ديالو. هادو سي دي تروك بزاف، يعني حاجات بزاف بسيطه لي انايا عجبوني وساعدوني، وراني شاركتها معكم وان شاء الله تكون فادتكم يا لو كان بحاجه بسيطه. وش نقول لكم الى حلقه واحده اخرى ووصفه واحده اخرى، نقول لكم دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.